صباح الخير. أنا هعرض لحضراتكم دلوقتي دراسة عن الهشاشة الاقتصادية للأسر المعيشية وكيفية مواجهة الصدمات، وهي دراسة شاركت في إعدادها مع دكتور رانيا رشدي زي ما أشارت دكتور هانيا في المقدمة. الحقيقة أن احنا الهدف الرئيسي من الدراسة بتاعتنا هو الوصف للصدمات المختلفة اللي تعرضت لها الأسر المعيشية، وكمان قدرتها أو الآليات أو الاستراتيجيات اللي استخدمتها الأسر دي للمواجهة أو للتكيف مع الصدمات، وده باستخدام مسح سوق العمل لعام 2018. واحنا طبعا دراسة الصدمات أو دراسة كمان خصائص الأسر المعيشية اللي هي أكثر تعرضا للصدمات بيكون مفيد جدا في تصميم تدخلات مكافحة الفقر، وكمان في تصميم برامج الحماية الاجتماعية زي ما حضراتكم هتشوفوا في عرض النتائج بتاعتنا. طيب الشكل اللي قدام حضراتكم ده اللي هو يعني اطار مفاهيمي او نظري بنشرح فيه فكره الدراسه بتاعتنا بطريقه مبسطه. الاسر المعيشيه عاده بتتعرض لنوعين مختلفتين من الصدمات، ممكن يكون صدمه مثلا مرتبطه بالمجتمع او الدوله ككل زي مثلا التضخم، او ممكن تكون صدمه خاصه بالاسره المعيشيه فقط زي حدوث حادث او مرض. بس في كلا الحالتين الاسره دي لازم تستخدم اليات علشان تقدر ان هي تتكيف مع الصدمات بتاعتها. ممكن تكون الاليات دي مرتبطه مثلا بتغيير نمط الاستهلاك، ممكن تكون مرتبطة بالاعتماد على الأصول أو المدخرات، ممكن تكون مرتبطة بالمساعدات اللي هتحصل عليها الأسرة، وبالتالي الآليات دي هتأثر على الأسرة وعلى المجتمع، وده هيأثر كمان على الهشاشة الاقتصادية بتاعته. طيب احنا اعتمدنا بشكل رئيسي في الدراسه بتاعتنا على مسح سوق العمل المصري لعام 2018، ما قدرناش ان احنا نقارن ببيانات 2006 او 2012 لانه القسم ده تم اضافته لاول مره في البحث بتاع 2018. هشرح لحضراتكم سريعا الاسئله كانت متقسمه ازاي علشان ده قسم جديد. كان عندنا جزء من الاسئله بتسال لو الاسره تعرضت لصدمه بيئيه او اجتماعيه او اقتصاديه او صحيه في خلال العام الماضي اللي هو بيسبق الانترفيو او المسح، وكان عندنا جزء تاني بيسأل عن كيفية التكيف أو مواجهة الصدمات دي، وكان عندنا كمان جزء تالت بيسأل عن الأمن الغذائي ولو الأسرة تعرضت لانعدام أمن غذائي أو food insecurity في خلال الشهر الماضي عن طريق بعض أسئلة هشرحها في السكشن بتاعة food insecurity. يعني دي كانت التقسيمة بتاعة السكشن دي اللي احنا عملنا لها تحليل وصفي، وزي ما حضراتكم هتشوفوا ان احنا في عرض النتائج فصلنا ما بين الصدمات والنتائج بتاعتها وما بين انعدام الامن الغذائي، وده كان نتيجة سببين. اول سبب انه انعدام الامن الغذائي ده قد يكون حالة مزمنة يعني كرونيك بتتعرض لها الاسرة، مش حاجة زي الصدمة اللي هتحصل لفترة قصيرة وبعد كده التأثير بتاعها ممكن يختفي، وكمان عشان الريكول بيريد او فترة التذكر بتاعة الاسئلة كانت مختلفة. زي ما انا قلت اسئلة انعدام الامن الغذائي كانت بتسأل على الشهر اللي فات، ولكن اسئلة الصدمات كانت بتسأل عن العام الماضي. طيب اول جزء من النتائج هعرضه هو تعرض الاسر المصرية للصدمات المختلفة. احنا زي ما انا ذكرت قسمنا الصدمات دي، عندنا صدمات بيئيه زي السيول والفيضان مثلا، عندنا صدمات اقتصاديه اللي كانت بشكل رئيسي بتعتمد على انخفاض دخل الاسره او فقدان العمل او الوظيفه، عندنا صدمات صحيه دي كانت اكتر اللي هي مثلا لو حادث او مرض او يعني وفاه حصلت للاسره او لاحد افراد الاسره، وعندنا الصدمات اللي هي الاجتماعيه ودي كانت بتعتمد على التعرض للسرقه او للصراعات او خلافات حصلت. طيب النتيجه يعني العامه بتورينا انه حوالي 16% من الاسر المصريه تعرضت لاحدى الصدمات يعني من اللي انا ذكرتها من الانواع الاربعه اللي انا ذكرتهم في خلال العام اللي كان بيسبق مسح 2018. لو بصينا عليهم بالانواع هنلاقي ان النوع الغالب هو كان الصدمه الاقتصاديه، حوالي 14% من الاسر تعرضوا لصدمه اقتصاديه، وتاني نوع كان الصدمه الصحيه بحوالي 5%. كمان حاولنا ان احنا نشوف طيب الاسر اللي تعرضت للصدمات دي هل هي كانت صدمه واحده او كانت اكتر من صدمه، وايه الانواع اللي كانوا بيتعرضوا لها مع بعض. فلقينا ان حوالي 73% من الاسر اللي تعرضت لصدمات تعرضت لصدمه واحده، وكان بشكل اغلب حوالي 58% كانت صدمه اقتصاديه اللي هي زي ما انا ذكرت قبل كده عباره عن فقدان العمل او بشكل رئيسي انخفاض في دخل الاسره، وحوالي 22% تعرضوا لصدمتين مع بعض، كان النوع الأغلب منهم صدمة صحية مع صدمة اقتصادية، في حين أن 2% فقط أو 3% تعرضوا لأكثر من صدمتين.
طيب ايه هي خصائص الاسره اللي تعرضت للصدمات؟ الحقيقه احنا درسنا عده خصائص، لكن يمكن انا في العرض بتاعي هركز على بعض الخصائص الرئيسيه. عندنا مثلا هنا في الجزء الاولاني لو بصينا على عدد افراد الاسره هنلاقي ان الاسر اللي هي عدد الافراد فيها كان اكثر من 4 افراد كانوا اكثر تعرضا، يعني 17% من الاسر اللي هم عندهم اكثر من 4 افراد في الاسره تعرضوا لصدمات، لكن ده كان مقارنه ب 15% لو الاسره عباره عن 4 افراد او اقل. قارنا برضو ما بين الحضر والريف، وزي ما احنا كنا يمكن متوقعين لقينا انه الاسر اللي بتعيش في الريف بتتعرض اكثر للصدمات من الاسر اللي بتعيش في الحضر. لكن كمان لما بصينا على المناطق الجغرافية لقينا انه الريف في الوجه القبلي الاسر اللي هناك هي اكثر تعرضا للصدمات، حوالي 21% من الاسر اللي عايشة في الريف في وجه قبلي تعرضت لصدمات في العام اللي كان بيسبق المسح، مقارنة ب 3% بالنسبة للقاهرة. النتيجة اللي كانت هنا يمكن شوية عكس التوقع بتاعنا واحنا بنبتدي الدراسة دي، هي النتيجة اللي بتاعت اسكندرية ومنطقة قناة السويس، لان احنا لقينا انه حوالي 19% من الاسر اللي عايشة في المناطق دي تعرضت لصدمات، وده كان رقم كبير جدا يكاد يكون شبه الرقم بتاع ريف الوجه القبلي. ولكن لما المركز للتعبئه والاحصاء جهاز المركزي للتعبئه والاحصاء اعلن عن معدلات الفقر يعني في كام شهر اللي فاتوا، لقينا ان النتائج بتاعتنا دي متماشيه مع نتائج الفقر اللي زادت بشكل ملحوظ في المناطق الحضريه وبالذات في محافظات زي اسكندريه واسماعيليه وقناه السويس. يعني مثلا نسبه الفقر في اسكندريه كانت 22% حسب دخل بحث الدخل والانفاق في 2017-2018 مقارنه ل 12% في 2014 و2015. طيب الحاجة التانية اللي احنا بصينا بيها على خصائص الأسرة هو توزيع الثروة أو اللي هو الخميس الويلث كوينتايل، فلقينا انه برضو كما هو متوقع الأسر الفقيرة اللي هي في أفقر خميس حوالي 23% منهم تعرضوا لصدمات، وده كان مقارنة ب 9% لو هما من الأسر الغنية، يعني حوالي الضعف. ولكن هنا انا برضو مهم اذكر لحضراتكم ان احنا كانت في الدراسه بتاعتنا بنستخدم ديسكريبتيف اناليسيس او تحليل وصفي، فانا هنا بوصف ترابط او ارتباط ومش سببيه، ما فيش كوزاليتي اقدر اجزم بيها في خلال الدراسه بتاعتي، لكن انا بوري لحضراتكم ارتباط معين لقيناه ما بين التوزيع الخميس الثروه وما بين التعرض للصدمات. طيب من ضمن الخصائص برضو اللي بصينا عليها هي العمل، ابتدينا بالعمل او الوظيفه بتاعه رب الاسره، وزي ما حضراتكم شايفين هنلاقي هنا انه لو رب الاسره بيعمل باجر في قطاع خاص غير رسمي حوالي 20% من الاسر اللي رب الاسره بتاعها بيعمل في هذا القطاع تعرضوا لصدمات، او لو هو بيعمل برضو بيعمل لحسابه الخاص ودي بتشمل اللي هو العمل للاسره بدون اجر كان الرقم حوالي 21%، وده كان تقريبا ضعف الرقم لو بصينا على الأسر اللي رب الأسرة فيها بيعمل في قطاع عام، وهنا دي بتشمل القطاع العام أو الحكومة، أو لو هو بيعمل في قطاع رسمي خاص. وبرضو لما نظرنا للنتائج بتاعة العمل خارج المنشأة لقينا أنه حوالي 23% من الأسر اللي رب الأسرة فيها بيعمل خارج منشأة كانوا بيتعرضوا لصدمات، مقارنة بحوالي 12% لو هو بيعمل بأجر داخل منشأة، وكان القطاع الزراعي هو أكثر قطاع العاملين بيه كرب أسرة بيتعرضوا، برضو الأسرة المعيشية بتتعرض فيها لصدمات. وهنا دي بتورينا نفس يعني السكتور اوف امبلويمنت او الكاركترستكس او الخصائص بتاعه العمل بس الافراد الاسره مش بس الرب الاسره، فهنلاقي مثلا انه لو على الاقل في فرد واحد بس في الاسره بيعمل في القطاع العام هنلاقي ان نسبه تعرض الاسر للصدمات حوالي 11% من الاسر دي بتتعرض لصدمات، مقارنه ب 18% لو ما فيش اي حد في الاسره بيعمل في القطاع العام. ولكن الارقام دي كانت بتزيد لو افراد الاسره على الاقل في فرد واحد بيعمل في قطاع عام غير رسمي بأجر أو بيعمل لحسابه الخاص. طيب الشريحة دي أو السلايد دي بتورينا هنا تعرض الأسر للصدمات عن طريق البرامج الحماية الاجتماعية اللي بتغطيهم. هنلاقي هنا في البداية عندنا البنشن أو المعاش اللي هو بيكون ليه اشتراك، حوالي 16% من الأسر اللي فيها فرد واحد على الأقل عنده معاش بتتعرض أو تعرضت للصدمات في خلال العام الذي يسبق المسح. 31% من مستفيدين تكافل وكرامة تعرضوا لصدمة في العام اللي هو قبل المسح، 29% من المستفيدين من البرامج اللي هي المساعدات سواء مساعدات من وزارة التضامن الاجتماعي أو مساعدات من جمعيات خيرية ولكن هي مساعدات ملهاش مساهمة أو ملهاش contribution تعرضوا للصدمات، و17% من اللي عندهم اللي هو كارت الغذاء الذكي اللي بيقدروا يحصلوا بيه على سلع تموينية تعرضوا لصدمات.
والحقيقة النتائج دي يمكن يعني الثلاث أرقام دول شوية بيشيروا إنه قد يكون البرامج زي تكافل وكرامة أو برامج المساعدات الاجتماعية قدرت إن هي فعلا توصل للأسر الأكثر هشاشة أو الأسر اللي بتتعرض أكتر للصدمات، ولكن هي في نفس الوقت بتشير إنه برغم حصولهم على المساعدات دي هم ما زالوا أكثر تعرضا للصدمات. الجزء الثاني من الرسم البياني بيورينا التغطية أو بيورينا التعرض للصدمات بحسب التأمين سواء الصحي أو الاجتماعي، وهنلاحظ هنا أنه 15% من المؤمنين اجتماعياً الأسر اللي فيها على الأقل فرد واحد مؤمن صحياً تعرضوا للصدمات، و11% لو فرد واحد على الأقل في الأسرة مؤمن عليه اجتماعياً. ويوم يمكن ربطنا ده شوية بالنتائج اللي دكتور إيران عرضتها هنلاقي أن احنا هنا عندنا alarming results شوية، لان النتائج بتاعتنا بتشير انه في يعني ارتباط كويس انه الناس اللي هم عندهم مؤمن عليهم سواء تامين صحي او تامين اجتماعي بيتعرضوا باقل نسبه من الصدمات، في حين ان هي ورتنا انه في كفرج جاب او في فجوه عماله تزيد في النوع ده من تغطيه البرامج الحمايه الاجتماعيه. الحاجة الثانية اللي احنا بصينا عليها هي آليات أو طرق التكيف مع الصدمات دي أو مواجهة الصدمات، وقسمناها إنه في بعض الأسر ما اتخذتش أي آلية لمواجهة الصدمات دي، الأسر اللي اتخذت الآليات أو بعض الطرق اللي حاولت إن هي تواجه بيها الصدمات، في بعض الأسر اعتمدت على تقليل الاستهلاك بتاعها سواء إنفاق على الصحة أو التعليم أو إنفاق على الطعام، ممكن بعض الأسر التانية اعتمدت على المساعدات سواء من الجيران أو من الأصدقاء اللي موجودين حواليهم أو بعض الأقارب. كان عندنا برضو مجموعة من الأسر كانت الأسئلة بتسألهم لو هم اقترضوا، وفي هنا اقتراض كان عندنا الأسئلة بتتيح لنا أن احنا نفصل ما بين الاقتراض الرسمي والغير رسمي والشراء بالائتمان أو بالأجل أو اللي هو ممكن يكون معروف للأسر المصرية بأن أنا بشتري على النوتة. وكان عندنا كمان استخدام الأصول، وهنا دي معناها أن أنا بستخدم المدخرات بتاعتي أو لو عندي مجوهرات مثلا ببيعها وقت التعرض للصدمات. طيب لقينا انه حوالي 55% من الاسر اللي تعرضت لصدمات اعتمدت على تقليل الاستهلاك، وهنا بمعنى تقليل الاستهلاك انا اقصد بيه انقاص او تقليل الانفاق على الصحه، تقليل الانفاق على التعليم، وتقليل الانفاق على الطعام. فطبعا الثلاث حاجات دول ليهم اثار ضاره على راس المال البشري او الهيومن كابيتال اللي ممكن يكون موجود للاسره دي. ولقينا ان اعلى وسيلتين تانيين او اليات تانية كانت موجوده ومستخدمه من الاسر كانت بتعتمد على الاقتراض، ولكن هنا الاقتراض ده كان بشكل رئيسي 29% منه كان شراء بالاجل، وحوالي 28 كان اقتراض من الاصدقاء او الاقارب، يعني هو بيعتمد على السوشيال كابيتال او على راس المال الاجتماعي اكتر ما هو بيعتمد على مصادر رسميه، لان 5% بس ذكروا ان هم يعني اقترضوا من بنك او من جهه رسميه. والوسيله الثانيه اللي هي كانت 29% دي كانت اعتماد على مساعدات، اللي هي مساعدات هتكون لا ترد غير الاقتراض، فدي مساعدات من الجيران او الاقارب او الاصدقاء بدلا من وجود يعني شبكة أمان اجتماعي رسمي بتحميهم، هم كانوا بيعتمدوا على السوشيال كابيتال بتاعهم. طيب هنا هننتقل للجزء الثاني من عرض النتائج وهو نتائج انعدام الأمن الغذائي، واحنا كان انعدام الأمن الغذائي عندنا الأسئلة بتاعته خلتنا نعرف الفود انسكيورتي او انعدام الأمن الغذائي عن طريق ثلاث حاجات. اول حاجة كان عندنا بعض الأسئلة بتسأل عن تعرض الأسرة لقلق، ان مجرد قلق بس ان انا مش هيكون عندي ما يكفي من الطعام في خلال الشهر الماضي. كان عندنا أسئلة خاصة بنوعية غير كافية، يعني مثلا كان في طعام مفضل معين ما قدرتش الأسرة ان هي تحصل عليه، او كان في فرايتي اقل انواع محدوده من الطعام، او كان في كميه غير كافيه. وكانت الاسئله دي بعد لو هو تعرض مثلا لقلق بساله كم مره، وكنت او يعني كانت الاسئله بتقسمهم نادرا لو هو مره او مرتين، احيانا لو 3 ل10 مرات، كثيرا لو اكثر من 10 مرات. فالحقيقه ان الاسئله دي اتاحت لينا ان احنا يكون عندنا زي مقياس او سكيل معين بقدر اشوف بيه انه لا مش بس الاسره تعرضت لانعدام امن غذائي او فود انسكيورتي، لكن كمان اقدر اشوف الدرجه بيها هل هي كانت طفيفه معتدله ام شديده. وكنا يعني مثلا لو حد حضركم اكزامبل واحد هنلاقي انه مثلا فود سكيور او اللي هم ما تعرضوش لانعدام امن غذائي دول اللي هم ما تعرضوش لاي حاجه من الثلاث حاجات اللي انا ذكرتهم، او تعرضوا لقلق ولكن كان نادر، وهكذا بنلاقي ان المقياس بتاعنا او السكيل بتاعنا بيتدرج علشان خاطر اعرف مين اللي كان تعرضه طفيف ومين اللي معتدل ومين اللي شديد.
النتائج الكليه اشارت انه 25% من الاسر تعرضت لانعدام امن غذائي، 15% منهم كانوا بيتعرضوا لانعدام امن غذائي فقط، و10% تعرضوا لانعدام امن غذائي مع احدى الصدمات اللي انا ذكرتها في الجزء الاول من النتائج بتاعتي. لما بصينا عليهم بالتدريج او بالمقياس اللي احنا استخدمناه، لقينا انه حوالي 28% من الاسر تعرضوا لانعدام امن غذائي طفيف، 38% تعرضوا لانعدام امن غذائي معتدل، و 34% عانوا من انعدام امن غذائي شديد. لما هنا نظرنا على بعض الخصائص بتاعه الاسر، لقينا انه الاسر اللي بتتراسها سيده او اللي هو الفيميل هادد هاوس هولد، لقينا انه نسبه تعرضهم لانعدام الامن الغذائي كان حوالي 22% مقارنه بنسبه اعلى 26% لو رب الاسره رجل. والحقيقه ان هنا ده ممكن نربطه شويه بادبيات او بدراسات سابقه اشارت انه بيكون في فروق بين الجنسين في تخصيص موارد الاسره، يعني لما الاسره بتكون بتديرها سيده ده ممكن يكون احيانا بيرتبط بنتائج افضل من حيث التغذية أو التعليم الخاص بالأطفال أو بالأسرة. وكمان بصينا على المستوى التعليمي، وكما كان متوقع لقينا أنه كلما ازداد المستوى التعليمي أو كان الدرجة العلمية الحاصل عليها الرب الأسرة أعلى، كان ده مرتبط بنسبة أقل في التعرض لانعدام الأمن الغذائي. وهنا برضو دي نتائج مشابهة اللي أنا عرضتها في الصدمات، لقينا إنه العمل بأجر خارج المنشأة ب 32% تقريبا من الأسر اللي رب الأسرة فيها بيعمل بأجر خارج منشأة تعرضوا لانعدام أمن غذائي، وكانت النسب أقل لو هو بيعمل داخل منشأة. ويمكن ده برضو لو ربطناه بالنتائج اللي ورتنا سواء امبارح أو النهاردة بإنه زيادة العمل خارج المنشأة في مصر بيزداد، هنلاقي شوية هنا برضو alarming results تانية بتظهر لنا. طيب انا هنا بوري لحضراتكم المقياس بتاع انعدام الامن الغذائي عن طريق الحضر والريف، ولقينا ان هو في الريف اكتر من تقريبا يعني حوالي 30% ممكن يكونوا بيتعرضوا لانعدام الامن الغذائي، ودي نسبه اعلى من تعرضهم في الحضر. ولكن احنا هنا كمان قارنا ما بين الريف اللي هو افقر ألف قريه اللي كان المسح برضو يعني عمل لهم زي سامبلينج، وكان عندنا كمان المناطق الاخرى اللي في الريف، ولقينا انه نسبه انعدام الامن الغذائي اعلى في الالف في افقر ألف قريه، وبالذات زي ما حضراتكم ممكن شايفين هنا اللي هو الدرجه اللي هي المعتدله اللي هي ممكن تظهر عند حضراتكم هنا باللون البرتقاني، دي ورتنا ان هي كانت نسبتها اعلى في الافقر ألف قريه. ولما بصينا بالتوزيع الجغرافي لقينا النتائج برضو مشابهه اللي احنا عرضناها في الصدمات، لان لقينا اسكندريه وقناه السويس المنطقه دي حوالي 30% من الاسر اللي عايشه فيها تعرضت لانعدام امن غذائي، وده كان رقم كبير يكاد يكون زي الريف بتاع وجه قبلي. هنا انا بوري النتائج انعدام الامن الغذائي برضو بالمقياس حسب برامج الحمايه الاجتماعيه، فهنلاقي انه اكثر من 50% من الاسر المستفيده من تكافل وكرامه تعرضت لانعدام امن غذائي، وكان يمكن الرقم 27% ده اللي هو الرقم الخاص بالمقياس اللي هو المعتدل، و 15% تعرضوا لانعدام امن غذائي بدرجه شديده. والارقام دي كانت بتزيد كمان من الاسر الحاصله على المساعدات الاجتماعيه، يعني كان مثلا 18% منهم تعرضوا لانعدام امن غذائي شديد، وكنا وبرده لو هم بيحصلوا على كارت الغذاء الذكي كان برده في نسبه حوالي يعني 30% ممكن او اقل حاجه بسيطه كانوا بيتعرضوا لانعدام امن غذائي، ولكن الارقام دي كانت بتقل لو هم يعني على الاقل في فرد واحد في الاسره بيستفيد من سواء يعني هيلث انشورنس او سوشيال انشورنس اللي هم التامين الاجتماعي او الصحي، كان في ارتباط ما بين نتائج افضل. طيب انا هنا بعرض لحضراتكم برضو اخر حاجه عندنا هي الاليات او الوسائل اللي استخدمتها الاسره لما كانت بتتعرض لانعدام امن غذائي، هنلاقي ان حوالي 54% من الاسر اللي تعرضت لانعدام امن غذائي ما اتخذتش اي وسيله او اي اليه، وده يمكن بيعكس اكتر النتائج اللي انا قلت او الحاجه اللي انا الصفه اللي انا قلتها قبل كده عن الفود انسكيورتي، ان هو قد يكون كرونيك او حاجه صفه مزمنه، فبالتالي هي مش حاجه صدمه حصلت في فتره متنمية فالاسره هتضطر ان هي تتخذ ضدها إجراء أو تستخدم معها حاجة لمواجهة الحالة دي. ولكن اللي اتخذوا آليات أو استراتيجيات لمواجهة انعدام الأمن الغذائي اعتمدوا بشكل رئيسي تاني على الاقتراض من الأصدقاء أو من الأقارب، أو اعتمدوا على مساعدات من الأصدقاء أو الأقارب، وده برضو بيرجعنا تاني لنقطة السوشيال كابيتال أو رأس المال الاجتماعي.
طيب لو انا هلخص البرزنتيشن كلها او الدراسه كلها في ثلاث نقط، هقول انه حوالي ربع الاسر المصريه تعرضت لانعدام امن غذائي، وحوالي 16% من الاسر المصريه تعرضوا لصدمه من الصدمات اللي انا عرضتها. يمكن كانت الصدمه الاكبر هي الصدمه الاقتصاديه اللي هي كانت بتعتمد بشكل رئيسي على انخفاض دخل الاسره او فقدان الوظيفه. الاسر الفقيره والاسر اللي عايشه في الريف او في المناطق الريفيه كانت اكثر تعرضا للصدمات او لانعدام انعدام الامن الغذائي او الفود انسكيورتي. الاسر اللي اتخذت استراتيجيات او اليات لمواجهه الصدمات او انعدام الامن الغذائي اعتمدت بشكل رئيسي على تقليل الاستهلاك، على الصحه، على التعليم، على الغذاء، وهي كلها استراتيجيات بتضر بالهيومن كابيتال او براس المال البشري. والوسيله الثانيه اللي هم كانوا بيلجؤوا لها كانت بتعتمد على السوشيال كابيتال بتاعهم او راس المال الاجتماعي، وهو ان انا بعتمد على الاصدقاء او الاقارب. طيب ايه البوليسي امبليكيشنز اللي ممكن نطلع بيها من النتائج بتاعه الدراسه بتاعتنا؟ اول حاجه ان احنا علشان الاثار الضاره اللي ممكن نتوقعها من النتائج دي على راس المال البشري، احنا شايفين ممكن نتناقش في وجود يعني شبكه امان اجتماعي رسميه بتقدر ان هي تكون مرنه وتكون كافيه علشان تعزز من قدره الاسره على الاستجابه للصدمات. لان طبعا برامج زي تكافل وكرامه بيكون فيها مشروطيه التعليم والصحه، ودي حاجه مهمه جدا ان احنا نحمي راس المال البشري للاسر الفقيره، ولكن في نفس الوقت احنا عندنا مخاطر جاية علينا من ناحية تانية بتقدر ان هي تخلي الاسرة دي تستخدم اليات او استراتيجيات ممكن تضر برأس المال البشري بتاعها. الحاجة التانية هي سياسات سوق العمل اللي بتعزز من الوظائف اللي ليها مزايا زي الضمان الاجتماعي او العمل داخل منشأة، وزي ما حضراتكم شايفين ده كان مرتبط عندنا بنتائج افضل او اقل تعرض للصدمات. والحاجة الاخيرة هي تسهيل حصول الاسر، بالذات الاسر اللي بترأسها سيدات، على قروض منخفضة التكلفة وتكون قروض رسمية، نتيجة ان احنا شفنا قد ايه الاقتراض الغير رسمي او من الاصدقاء او الاقارب برضو كان بنسبة كبيرة، وبالذات ده كان ظاهر عندنا في الأسر اللي بتترأسها سيدات يمكن أكتر من الأسر اللي بترأسها الرجال. شكرا جزيلا.